وقف أعرابي على باب أبي الأسود وهو يتغدى، فسلم عليه فرد عليه، ثم أقبل على الأكل ولم يعزم على هذا الأعرابي. فقال له الأعرابي: أما إني قد مررت بأهلك. قال: كذلك كان طريقك. قال: وامرأتك حبلى. قال: كذلك كان عهدي بها. قال: قد ولدت. قال: كان لا بد لها أن تلد. قال: ولدت غلامين. قال: كذلك كانت أمها. قال: مات أحدهما. قال: ما كانت تقوى على إرضاع اثنين. قال: ثم مات الآخر. قال: ما كان ليبقى بعد موت أخيه. قال: ماتت الأم. قال: حزنا على ولديها. قال: ما أطيب طعامك. قال: لأجل ذلك أكلته وحدي، ووالله لا زقته يا أعرابي مهما قلت.